مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، محدثكم أسامة أبو زينة يحييكم وانطلاق أولى مباراة النادي الأهلي في البطولة الإفريقية للأندية الأبطال. قدامنا مع نادي الأهلي مع فريق إنجز الإيفواري. إنجز طبعا فرقة إيفوارية، بدايتها بداية اللقاء اليوم. عندنا النادي الأهلي بيتكون لاعبين من عبد اللطيف عثمان رقم 1، عبد الله عبد السلام رقم 2، عبد الحليم عبو رقم 3، أحمد صلاح رقم 4، عبد الرحمن سعودي 5، محمود رؤوف 7، الروسي سيرجي بيتسيف 8، محمد معوض ليبرو الفريق 9، محمد عادل 10، أحمد عبد العال 11، حسام يوسف 12، محمد عبد المنعم 13، محمد رمضان ليبرو ايضا 17، واحمد سعيد رقم 18. الجهاز الفني الكابتن محمد مصلحي مدير فني، واول ارسالات انجز، وكره بتتحط بليز جميله بادي الكابتن محمد مصلحي بحسام يوسف، معد مع احمد صلاح، والمحترف الروسي سيرجي بيتسيف بيلعب ارسال قوي من حسام، وكرة بتترفع وبتتشط وتفنس جميل من معوض، وكرة تانية وكرة قوية جدا بتتضرب من مركز 4 في مركز 5 من سيرجي الروسي، بيحطها بقوة، ما كانش يعني في بلوك من السنتر بلوك رقم 11 فرانك إسيان، وارسال تاني قوي واستقبال، وكرة بتتبلس وحسام بيجيبها بشكل جميل، واحمد صلاح المتألق بيشوط الكورة في ايد اللاعب رقم 10 بول اسيو، ونقطة 3 الاهلي لا شيء. ايجز حسام ارسال سبايك قوي جدا، بيعتمد على القوة والريسك اهو، الكورة واستقبال خاطئ من انجز خارج الملعب. اللاعب رقم 7 كوفي مدري، اللاعب مركز 4 في فريق انجز، شفنا الكرة اللي فاتت سبايك تاني، كرة قوية كوفي بيجيبها وبتعدي، واحمد بيشوطها بقوة وبترجع تاني، تترفع قوية جدا من نص الملعب، بيشوطها عبد الحليم عبو بقوة، شفنا طبعا القوة فيها، ليبرو الفريق ايمانويل ما يقدرش يعمل لها حاجة. 5 الاهلي لا شيء انجز، وارسال قوي بنقطة مباشرة، بيستقبل باتنين طبعا شايلين الملعب، وارسال قوي ما يقدرش عليه ولا ايمانويل ليبرو ولا اللاعب رقم 7 كوفي. ارسال كورة واستقبال كده بترجع أي حاجة، بتعدي وحاط صد قوي جدا من عبد الحليم. 7 الأهلي لا شيء إنجز، الإيفواري إرسال قوي، حسام يوسف بيلعب إرسال متسقط وكورة سهلة طبعا بنقطة مباشرة، وبداية التكنيكال تايم اوت، شفنا الأربع أو الخمس كور اللي اتعمل منهم هجمات بعد ما الكرة رجعت، زي ما شفنا الاستوديو التحليلي الزميل خالد العوضي والدكتور فؤاد عبد السلام والكابتن هاني مصلحي والكابتن وائل العايدي اتكلموا قد إيه الضغط من نص الملعب مهم. شفنا عبد الحليم عبو شاط كورة من نص الملعب بقوة، واحمد صلاح كرة جات له كونتر شاطها بقوة، والروسي سيرجي بيتسيف شاط كرة من 4 في مركز 5، دي يعتبروا الكور اللي رجعوا كونتر اتاك، ولكن استقبال انجز فيه مشكلة كبيرة جدا ان هم بيستقبلوا باتنين، فطبعا الملعب مكشوف قوي بالنسبة لهم، اللاعب ايمانويل كوتشومو واللاعب كوفي نودري الاثنين، الملعب بالنسبه لهم مش هيبقى مناسب في الاستقبال،
وفي مشكلة أيضا في حائط الصدر. بنرجع تاني 8 الأهلي لا شيء إنجز، الإفواري وحسام يوسف نزل معاهم اللاعب بول إيسيون يستقبل ارسال اهو، الكورة بتترفع ومن مركز واحد وبتتعدى كده مش طايلها، بيحطها في خمسة. واحد انجز 8 النادي الاهلي، ارسال قوي بينزل في اخر الملعب من مركز واحد في مركز واحد، ارسال واستقبال من معوض والكرة بتترفع وبتتشاط بقوة من سيرجي من مركز اتنين في مركز خمسة، بريست ايديه حطها بشكل جيد، ولكن حائط الصد في انجز عنده مشكلة كبيرة جدا. سيرجي سبايك كرة قوية قدامنا، مصمم يستقبل باتنين لعيبة بس، ده طبعا في المستويات العالية مش هيقدر يواكب ارسالات النادي الاهلي وقوتها. ارسال قوي سيرجي استقبال، استقبل المرة دي بتلاتة، كرة بترجع تاني بتتحط، ولكن كرة قوية بيعلقها حسام كده لعبد الحليم قدامنا اهي، بيخلصها يعني سهلة، كباية من أعلى نقطة ما وصلتلوش ولكن اتصرف فيها بشكل جيد. 11 الأهلي إنجز واحد، ارسال سبايك كورة بتترفع وبتتشط بقوة من اللاعب كوفي بتيجي في إيد حائط الصد وخارج الملعب. ارسال قوي استقبال من معوض، كرة بتترفع وبتتشاط بقوة من عبد الحليم عبو من مركز ثلاثة في مركز واحد، 12 الأهلي 2 انجز. عبد الحليم على الإرسال، إرسال قوي واستقبال، الكورة بتتحط بتركب كده سنتر من قدام المعد، كريبين ندري بيشوطها اهي، متعودين طبعا عليها ولكن تتجاب بسهوله، استقبال جيد من محمود، كرة بتترفع واحمد صلاح بيشوط كورة قوية من مركز اتنين. برافو يا احمد، لاعب متألق عنده خبرات، احمد صلاح وعبد الله وحسام، فرقه النادي الاهلي مليانه خبرات، مش عايزين ننسى حد من اللعيبه. كره بتتشاط قويه وتفنس جيد، كره بتترفع بتتشاط بقوه من محمود رؤوف من مركز اربعه في مركز اربعه، بعيده عن ايد حائط الصد، طالع طبعا لازم يطلع مع السنتر عبد الرحمن سعودي، وساب لعيب الطرف ارسال سبايك استقبال، كرة بتترفع وبتتشاط من اللاعب رقم تسعة إمار في ايد عبد الرحمن، ونقطة أربعة إنجز 14 الأهلي. كوفي إرسال استقبال من محمود جيد، كرة بتترفع وبتتشاط بقوة من أحمد صلاح وتفنش، ترجع تاني سهلة وتاني كرة تانية قوية، لكن بتيجي في ايد في تاتش كده فيها وتحسب للنادي الاهلي. 15 الاهلي
أربعة إنجز مرفوعة، زمن الكرة سريعة من إيد حسام، إرسال قوي، استقبال بتيجي في إيد اللاعب الليبرو إيمانويل لخارج الملعب وتاني تكنيكال تايم أوت. 16 الأهلي، أربعة إنجز الإيفوال. استقبال طبعا انجز واضح فيه علامات استفهام، استقبل باتنين لعيبه وفي بعض الاوقات بيساعدهم اللاعب رقم واحد كربين، وده بيدي حته ضعف في الاستقبال بصراحه. لازم يستقبل بثلاثه عشان ارسالات النادي الاهلي ارسالات قويه. شفنا حسام لعب أكتر من 8 إرسالات صعبين، جاء بعد كده سيرجي لعب له برضو إرسالات صعبة، جاء من خلال الإرسال والضغط الواضح من لاعبي النادي الأهلي. محمود رؤوف ارسال استقبال وكره بتتجاب وكره بتتحط بوسط الايد من جنب ايد عبد الرحمن سعودي، بيلعبوا طبعا بشكل عشوائي انجز الايفواري. طبعا في تغيير بيغير كوفي، نشوف مين اللي نزل مكانه. استقبال من سيرجي وكرة قوية بيشوطها سيرجي من مركز أربعة بقوة، بسنجل بلوك كده حطاها قدامنا اهو في ستة ملهاش أي كفر. عبد الرحمن ارسال جيد، استقبال، كرة بترجع وبترجع تاني، كرة بتترفع، واحمد بيشوط كرة قوية ولكن مزقوقة قوي مش واقفة، تصرف فيها طبعا في حائط الصد وخارج الملعب. عبد الرحمن الاستقبال طبعا خاطئ، وشايفين نسبة الاستقبال في انجز فعلا لا تتعدى 20%. ارسال عبد الرحمن، استقبال والكرة طبعا بيحطها كده بليس المعد رقم أربعة مسا كوليبالي، وهو قصير القامة، بتطلع الكرة اوت سايد 20 الاهلي، خمسة انجز واستقبال والكرة بتترفع، وبيشوطها طبعا اللاعب بتاعهم رقم واحد في حائط الصد، ونقطة مباشرة بالتريبل بلوك طالع مقفل الملعب. 21 الاهلي، خمسة انجز، استقبال اهو، المشكلة اللي اتكلمنا فيها من بداية الشوط الاول واللقاء، استقبالهم في مشكلة. وكرة طبعا الحكم الاول رضا بوزيدي الجزائري، والحكم الثاني ميكونان تيفارا الاثيوبي.
وكان في تايم اوت طبعا، فارق كبير 22-5 أو 6 عفوا. شايفين طبعا تعليمات الجهاز الفني، ماتش مش مستاهل طبعا شده خالص، فرق المستوى واضح ما بين الفريقين. كره بيستقبلها بتعدي بالشوط من مركز واحد، اللاعب رقم واحد كريبين نودري بيحطها من واحد في واحد. طبعا اثنين لعيبه اخوات، اللاعب رقم واحد واللاعب رقم سبعه. ارسال وفي طبعا رونج في بوزيشن واضح جدا ما بين اللاعب رقم 10 واللاعب رقم 11. 11 اتغير فرانك إسيان، نزل طبعا ولكن عنده مشكلات في الدوران. ارسال قوي وحسام، الكرة بترجع وبتتصد بقوة، وتسنس جميل ترجع تاني وبنشوط كرة جميلة جدا. سيرجي في تحاط الصد بيرفعها له محمد عصام معوض في ايد فرانك وخارج الملعب، ونقطة على انتهاء الشوط. وارسال قوي جدا، ولكن في تاخيره في التايم اوت. المفروض الترابيزه والحكم الثاني ميكوناتي فازا الاثيوبي، مش بعد ما صفرت الحكم واتلعب الارسال يبتدي يقول في تايم اوت، لا لازم يبقى اسرع من كده. أربعة وعشرين للنادي الاهلي، 7 انجز الايفواري. حسام يوسف ارسال حسام قوي في الشبكة، ثمانية أربعة وعشرين. استقبال من سيرجي وكرة بتترفع، وسيرجي بيشوف كرة قوية جدا بيملي بيها الشوط الأول. 25 الأهلي انجز، 8 الإفواري قدامنا أهو. طبعا شفنا قد إيه إرسالات النادي الأهلي قوية، قد ايه انجز الافواري عنده مشكلات كبيره جدا في حائط الصد وفي الاستقبال اللي قبل حائط الصد اللي هي طبعا باينه وواضحه. طريقة الوقفة طبعا مختلفة شوية، عندهم بعض العشوائية في الأداء. الملعب يعتبر مش منظم،
فيه تركيز واضح جدا من لاعبي النادي الاهلي. أقيمت اليوم مباريات جماعة زيمبابوي وميمو ستار الأوغندي، انتهت بفوز جماعة زيمبابوي بثلاث أشواط مقابل شوطين. الأسمنت الإثيوبي والشرطة البوتسواني انتهت بفوز الشرطة البوتسواني في المجموعة الأولى بثلاث أشواط مقابل لا شيء. فاب الكاميروني وإسبوار الكونغولي انتهت بفوز إسبوار الكونغولي بثلاث أشواط مقابل شوطين. أيضا السيارة الليبي والخدمات العامة الكيني انتهت بفوز الفريق الليبي بثلاث أشواط مقابل شوطين. السجون الكيني وولاية ديتشا الإثيوبي انتهت بفوز السجون الكيني بثلاث أشواط مقابل لا شيء. السواحلي الليبي وكينزو البوروندي انتهت بفوز السواحلي الليبي بثلاث أشواط مقابل لا شيء. دي سجارة الرواندي والجامعة الأوغندي انتهت بفوز الجامعة الأوغندي بثلاث أشواط مقابل لا شيء، ده في المجموعة الثانية. أيضا نادي سموحة المصري وجنديميري المدغشقري وفازت بفوز، انتهت المباراة فوز سموحة بثلاث أشواط مقابل لا شيء، وده طبعا في المجموعة الثانية. أيضا منجازة الكونغولي وفاج الغيني انتهت بفوز منجازة الكونغولي بثلاث أشواط مقابل شوط. وبتقام الآن مباراة النادي الأهلي وإنجس الإفواري في المجموعة الأولى. هنشوف هل هيكون في تثبيت للتشكيل ولا هيحاول الكابتن محمد مصلحي يغير. لا طبعا قدامنا نثبت تشكيله. وشايفين طبعا انجز الافواري برضو ما عملش اي تغييرات. انجز طبعا فرقة تعتبر متوسطة. من أحسن الفرق اللي موجودة في المجموعة الأولى. طبعا إرسال قوي حسام واستقبال، كرة بتترفع وبتتشاط سريعة، أول كرة سريعة بتتشاط من إنجز، رفعها اللاعب رقم أربعة مسا كوبالي. وعلى الإرسال بول وإرسال واستقبال وكرة بتترفع، وأحمد صلاح بتشوط كورة قوية جدا، بيجي في إيد الديفنس وخارج الملعب. إرسال سيرجي على الإرسال، إرسال قوي، سبايك من أعلى، استقبال
كوره بتتلعب بسهوله، واحمد بيشوف كوره قويه جدا، ولكن اللاعب رقم 11 فرانك إيسيان لا في ايده كده سهله. محمود بيرفع كره قويه، واحمد صلاح بيشوف كره اقوى من مركز اثنين في مركز واحد، ما بين مركز واحد ومركز اثنين كده. ارسال قوي، استقبال، الكرة بتترفع ترجع تاني سهلة، ترجع تاني الكرة بتترفع سريعة قوية من عبد الرحمن سعودي من مركز ثلاثة في مركز خمسة يعتبر. ارسال قوي، استقبال، والكرة بتترفع بتشوط من مركز ستة في مركز واحد، وابتدى يبقى فيه لعب كده من انجز بسبب استقبالهم ابتدى يتظبط شوية. تلاتة تلاتة، والكرة بتترفع، ومحمود رؤوف بيشوط كورة قوية، و ميكونان الاثيوبي قال في رمس للشباك من اللاعب رقم تسعة. أربعة الأهلي، إنجز ثلاثة. أحمد صلاح إرسال قوي، سبايك من أعلى بتجاب، الكرة بتترفع وبتعدي سهلة، رفع تاني كورة قوية لمحمود رؤوف بيشوطها، ولكن ايمانويل بيطلعها ديفنس، ولاعب رقم اتنين متميز حط كورة من مركز واحد وترجع تاني، محمود رؤوف بيخلصها بقوة. خمسة الاهلي، انجز ثلاثة قدامنا. طبعا اللاعب رقم اثنين مارسيال بوكا ابتدى ينزل يستقبل، ما كانش بيلعب في الشوط الاول، بيساعد في الاستقبال، ابتدوا يستقبلوا بثلاث لاعبين. احمد صلاح ارسال، وكره متسقطه قويه، ايمانويل ما يقدرش يعمل لها حاجه، الليبرو بعيده قوي عنه. طبعا انجز اليفواري تايم اوت، فرق مارسيال بوكا رقم اثنين وجوده في مركز واحد عن كيربن مدري اللي شفناه الشوط الاول. غير مراكزهم، ابتدى بدل ما كان بيهاجم من واحد بكيربن بقى بيهاجم بمارسيال، رسال قوي ترجع تاني، الكرة سهلة جدا بتيجي، كرة قوية، ومحمود رؤوف بيحط كرة بقوة. تمانية الأهلي، إنجز ثلاثة. سريعة وبسنجل بلوك، اللاعب رقم عشرة ما يقدرش يعمل لها حاجة، وحاط الصد إيمارد باران ما وصلش اصلا لزميله،
ماسا كوليبالي اللي هو المعد، فطلع والمعد طبعا واضح جدا في الصورة قصير القامة، طلع محمود رؤوف شطة بقوة من مركز 4 في مركز 6. تكنيكال تايم اوت اول في الشوط الثاني، 8 الاهلي انجز 3. كور حسام سريع بصراحة على الشبكة، عاملة خلخلة في دفاعات انجز، سواء في حائط الصد او في الديفنس في الخط الخلفي. احمد صلاح سبايك سيرف، كرة قوية جدا، لاين زمان بيقول انسايد. 9 الاهلي انجز 3. واحمد ارساله قوي من اعلى، الكرة بتتسقط بنقطة مباشرة، عملها في ايمانويل 3 مرات لغاية دلوقتي. بيشوفه متأخر بيسقطها قدامه، ارسال قوي من احمد، واللاعب رقم 10 بول اسيون بيستقبلها خارج الملعب. احمد صلاح ارسال قوي من اعلى، بيسقط الكرة بتتجاب تترفع، وعايزة تتسقط كده من كيفن نودري، بيسقطها كده خلف حائط الصد. تغييرة طبعا الكابتن محمد مصلحي بيجريها، بينزل احمد سعيد مكان حسام، ارسال قوي عبد الله طبعا نزل، وكرة اول كرة بيرفعها عبد الله عبد السلام، بيزود القوة الهجومية، بيرفعها عبد الله من قدامه كده، بيشوطها احمد سعيد بقوة، سنتر ما بينه وما بين السنتر بلوك بنقطة مباشرة، وادي تاني ارسالات محمود رؤوف، ارساله متميز بصراحة، ارسال قوي، استقبال وكرة بتيجي، وبصراحة اللاعب رقم 1 كريبن ندري عنده جامب جيد جدا اهو قدامنا، ولكن مش مستغل. محمود رؤوف ارسال قوي، كرة بتترفع، بيسقط كورة بيجيبها معوض جميلة، وطبعا بيرد عليه عبد الرحمن سعودي بكورة سوفت محطوطة كده بإيده من أعلى نقطة، بيسقطها خلف حائط الصد. ارسال قوي محمود رؤوف، الكرة بترجع تاني بتترفع وقوية من عبد الرحمن سعودي. 16 الاهلي انجز 4، وتاني تكنيكال تايم اوت في لغه المحللين، اتشاطت من مركز 3 في مربع 7 بقوه. ملعب متقسم مربعات،
مش متساب كده تحليليا علشان شايفين طبعا في محمود جمعة مساعد مدرب ومعاه لابتوب وقاعد بيحلل الكابتن محمد مصلحي، وايضا احمد سعيد محلل تقني داخل صفوف النادي الاهلي. اتنين بيشتغلوا على احصائيات ونسب فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي 4 انجز، بيطلع عبد الرحمن سعودي. وصل قوي في الشبكة وبينزل مكانه محمد عادل. خمسة انجز 16 الاهلي، ارسال لمارد، كرة بتترفع وقوية جدا من اللاعب سيرجي في اتحاط الصد وخارج الملعب. 17 الاهلي 5 انجز. تغيير، بينزل عبد اللطيف عثمان وبيطلع مكانه عبد الحليم. سال طبعا من عادل قوي، كرة بتتحط بقوة ولكن خارج الملعب، في كده شيء من الاعتراض. بينزل طبعا محمد عبد المنعم مكان محمود رؤوف. انجز طبعا هيعمل تغييرات. نزل المعد رقم 6 وطلع المعد رقم 4. كواكو كوفي نزل ومسا كوليبالي، كرة بتتشاط قوية من اللاعب رقم 10 ولكن بول بيسيون، ولكن حائط صد رائع عادل وارساله طبعا مش سهل، وكرة قوية جدا. احمد سعيد وعبد اللطيف عثمان وفعلا حائط صد جيد. 20 الاهلي 5 انجز. حائط صد احمد سعيد جيد جدا بالطرف، كوره واستقبال وسريعه بتتحط، وعبد الله تفنس جيد ترجع تاني، واحمد سعيد بيشوط كوره قويه وبترجع بتفنس، وفي كده لخبطه وعشوائيه. كوره قويه بيشوطها عبد اللطيف عثمان بنقطه، وشايفين طبعا احمد عبد العال نزل مكان المحترف سيرجي بيستيف الروسي. عادل على الارسال 21-5، فرق كبير في المستوى. كرة بتترفع وحطها بقوة وحائط صد جيد جدا. غير طبعا معد
ارسال قوي استقبال والكره بتعدي وبتترفع تاني وبيقول في تداخل من لاعب النادي الاهلي عبد اللطيف. كرة قوية وبتترفع وبتتشط بقوة من عبد اللطيف عثمان. برافو عبد اللطيف. رجع المعد تاني مسا كوليبالي وطلع واكو كوفي واحمد سيد وارسال قوي وتيجي الكرة بالعافية. كرة قوية من عبد اللطيف عثمان بيشوطها من مركز ثلاثة بنقطة مباشرة. سبايك سيرف سبعة انجز 23 الاهلي. ارسال قوي كرة بترجع تتشاط ولكن حائط صد لكورة من عبد اللطيف عثمان يحطها كده مش طايله عدت من ايده. الكره بتترفع وبيعديها عبد العال. اخر كورتين كده فيهم دربكه استقبال والكره بتترفع تتحط بقوه من احمد عبد العال. ليه يوني بيها الشوط الثاني و 25 النادي الاهلي تسعة انجز. شفنا طبعا ابتدى كابتن محمد مصالح في الشوط الثاني يجري تغييرات يدفع ببعض اللاعبين ويغير علشان الكل يدخل في مود البطولة من بدايتها في أول يوم. وده الكابتن خالد العاضي والاساتذه والكباتن الكبار في الاستوديو التحليلي اتكلموا فيه ازاي يوزع الحمل التدريبي على البطوله. كلهم طبعا اساتذه ومدربين افاضل عندهم من الخبرات سواء في مجال اللعب او في التدريب. ان هم يبقوا عارفين الحمل التدريبي بيتوزع ازاي في بطولات زي دي. هنشوف اعتقد هيثبت التشكيل في الشوط الثالث باللاعبين اللي انتهى بيهم في الشوط الثاني. الناحية التانية برضو اعتقد ان هو هيثبت المعد
اللي بدا بيه مش هيغيره. طبعا النادي الاهلي فاز بلقب البطولة الافريقية للرجال منذ بدايتها 13 مرة، يليه الصفاقس التونسي 6 مرات، يليه الزمالك 5، يليه الترجي 4، الافريقي التونسي 3، النجم الساحلي التونسي لقبان، والمولودية الجزائري مرتين، ونصر حسين ضاي وطلاع الجيش كل منهم مرة واحدة. بداية الشوط الثالث من لقاء النادي الأهلي المصري وإنجز الإيفواري. في لعيب كده نازل لا اسمه موجود وهو قاعد بره، لعب رقم 5 كوبينان كوسونو. وأيضا اللاعب رقم 8 دومينهاين كوليبالي نزل أول تغييرة لي. مش عارف بصراحة ماسا كوليبالي وكوبنهاين كوليبالي ده تشابه أسامي ولا أخوات. ثبت طبعا الكابتن محمد مصلحي تشكيل الفريق استقبال، وكره بتترفع تتشط بقوه من احمد عبد العال من مركز 4 في مركز 4 بسنجل بلوك واحد الاهلي لا شيء انجز. وعبد الله عبد السلام على الارسال سبايك من اعلى ارسال قوي استقبال، والكره بترجع تاني تتحط بقوه وتفنس جيد جدا من محمد، والكره بترجع تاني وبتتشاط وتفنس اجمل من محمد عبد المنعم. واحمد سعيد بيشوط كوره سريعه جدا من مركز 2، وشايفين طبعا محمد رمضان ليبرو الفريق. عبد الله سبايك سيرف قوي ولكن في الشبكة. انجز 1-2 الاهلي. ارسال من اعلى استقبال كرة بتترفع، وعبد اللطيف عثمان بيسقط كرة قوية جدا من فوق كده خلف خط الصد. 3 الاهلي 1 انجز. عبد العال وكرة قوية بتتشاط. بنقطة مباشرة. ارسال قوي استقبال من رمضان، كرة بتترفع وبترجع تاني سهلة.
محمد عبد المنعم طبعا لاعب عنده خبرات كبيرة جدا. خمسة الأهلي اتنين انجز. رجع طبعا بعد إصابة بعدته عن الملاعب فترة طويلة جدا. كرة واستقبال خاطئ ابتدى انجز نفس المشكلات اللي كانت عنده في الشوط الأول مستمرة في الشوط الثالث. في مهارة الاستقبال وكرة بتتحط كده من جنب ايد حائط الصد لاعب رقم 8 كومنهايم. عفوا اللاعب رقم 2 اللي شاط الكرة اللي فاتت دي وارسال في الشبكة. احمد سعيد الكرة بتترفع اللاعب رقم 1 بيشوط كرة قوية من مركز واحد تقريبا ندري ولكن سعيد حاط الصد والشبكة اهي قدامنا. 8 الاهلي 3 انجز. الايفوال شايطها في الشبكة بعيدة عن ايد حاط الصد خالص. طبعا لاعبين الاهلي بيتكلموا مع بعض علشان يظبطوا جمل هجوميه مع بعض. يعني المباراه تعتبر ضعيفه، فرقه ضعيفه بالنسبه للنادي الاهلي. عنده امكانيات احنا شايفين 6 لاعبين مختلفين في الشوط الثاني والثالث عن الشوط الاول. وبيتكلم طبعا على دورانات. ارسال قوي استقبال والكرة بتترفع وبتتشاط بقوة من محمد عبد المنعم. وخبرة كده بترجع تاني رمضان. الكرة بتتحط قوية وعبد العال من 6 كرة بايب قوية بيشوطها اهي بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب. ارسال قوي استقبال كرة بتترفع وبتتشاط بقوة خارج الملعب. 10 الاهلي 4 انجز. محمد عبد المنعم على الارسال. ارسال موجه قوي بيرجع تاني. كرة قوية جدا من محمد عادل بيشوطها في سد ايمانويل تشومومو. و 11 الاهلي 4 انجز. و بنرجع تاني لاخطاء الاستقبال لارسال محمد. محمد لاعب متميز عنده خبرات بيقدر يحط الكوره في المكان المناسب. 12 الاهلي 4 انجز
وشايف تايم اوت بيجريه المدير الفني لنادي انجز الايفواري. بيتكلم طبعا على طبعا تمركز لاعبين انجز الايفواري في الاستقبال خاطئ واضح جدا، فاتحين الملعب ومش واقفين باسلوب ولا بنظام ولا باي حاجه. ده بيدي مساحات للاعبين النادي الاهلي ان هم يوجهوا ارسالات صعبه بتبقى عليهم جدا. محمد عبد المنعم ارسال كره متسقطه، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، خبرات لاعبي النادي الاهلي بتختلف اختلاف كبير جدا عن انجز الايفواري. كره تانيه جايه سهله بتتشط بقوه وتفنش، طلعت وبتترفع وبتتحط بقوه من عبد العال. طبعا الكرة بتتعاد، ما شفناش الكرة اللي اتشاطت من انجز. ارسال في الشبكة، محمد عادل على الارسال، ارسال عادل مميز، كرة بتتحط وحائط صد قوي جدا من عبد الله عبد السلام وعبد اللطيف عثمان لاعب رقم 11 فرانكي سيان، ما يقدرش يعمل لها حاجه. شايف قدامنا تكنيكال تايم اوت الثاني، 16 الاهلي خمسة انجز. الجهاز الفني قاعد قدامنا، كابتن محمد مصلحي، كابتن تامر مجدي، كابتن محمود جمعه، الدكتور هيثم الضبع علاج طبيعي، واحمد سعيد. ارسال عادل، استقبال كره قويه من عبد اللطيف عثمان، بيشوطها جايله كونتر اتاك في الملعب، بيشوطها 17 الاهلي 5 انجز الايفواري. ارسال قوي، الكره بترجع تاني وحائط صد قوي وبتطلع بتفنس جميل وبتتحط جميله من عادل من واحد، ولكن الحكم الاول رضا بوزيدي الجزائري قال ما لمستش في حائط الصد، جت في نت الشبكه واضحه جدا. نقطه للنادي الاهلي، 18 الاهلي 5 انجز. كره ثانيه من مركز واحد ولكن حائط صد بتيجي في ايد عبد الله عبد السلام، بيتكلم ان هو معدي. ارسال، الكره بيستقبلها عبد العال وقويه بتتسقط من محمد عبد المنعم ولكن خارج الملعب، سقطها بشكل جميل جدا. 7 انجز 18 الاهلي.
كرة قوية وبيشوطها محمد عبد المنعم بقوة في حائط الصد. 19 الأهلي 7 إنجز. وإرسال قوي جدا، كرة بترجع تتحط بإيده خارج الملعب. تايم اوت بيجري المدير الفني لفريق انجز الافواري. اعتماده الاعتماد الكلي على اللاعب رقم 1 واللاعب رقم 10. وهنشوف طبعا استوديو التحليلي الدكتور فؤاد والكابتن هاني مصلحي والكابتن وائل العيدي هيقولوا لنا ايه في مباراة يعني متوسطة بالنسبة لفريق النادي الأهلي وإمكانياته ولاعبيه. 20 النادي الأهلي 7 إنجز. عبد الله عبد السلام إرسال قوي، بترجع تاني الكورة بيدخل بيها تاني وبيضرب كرة من 6 محمد عبد المنعم جيدة جدا من مركز 6 في مركز 1. بايب جميلة جدا. 21 الأهلي 7 إنجز وإرسال قوي داخل الملعب. 22 الأهلي 7 إنجز. عبد الله عبد السلام ارسال قوي، استقبال، كرة بترجع طبعا الاستقبال هو اللي عامل مشاكل في انجز. كرة سريعة قوية. طيب مرة تانية من محمد عبد المنعم من مركز 6 في مركز 1 محطوطة بقوة. 23 الأهلي ولكن الكرة خارج الملعب. 7 22 كرة من أحمد سعيد قوية بترجع تاني خارج الملعب. 23 النادي الأهلي 8 إنجز الإفواري. أحمد عبد العال إرساله مميز خارج الملعب. 3 مهمة جدا بعد كده هيبقى فيه مباريات أقوى من كده وكرة بتتصد بقوة. طبعا في اللاعب رقم 4 واللاعب رقم 2 لاعبين قصار القامة جدا في انجز. 24 الاهلي 9 انجز. استقبال الكرة جاية كده وبتتحط بليس ولكن معدي فيها برون ينهي الشوط الثالث واللقاء. 25-9 انتهت مباراة النادي الأهلي وإنجز الإفواري بفوز النادي الأهلي 25-8 25-9 25-9. مشاهدينا إلى الاستوديو التحليلي ومباراة الأهلي وإنجز الإفواري، كان معكم أسامة أبو زينة، شكرا وإلى اللقاء.